شعور التخرج حلو صح؟ تحس روحك تحررت وما وراك أي التزامات، لا قلق ولا امتحانات ولا أي شيء، صح؟ هذا اللي أنت تعتقده، أوعدك إن الموضوع مو هيجي تماما. اسمي محمد خان، طبيب أسنان من العراق، واليوم راح أحكي لكم شلون تصير سوبر دنتست. أنا أكيد مو منهم، بس ماشي بالطريق وأريد من يرافقني بهاي الرحلة. بس قبل أن أذكرهم، أريد أطلب منك أنت تكتب أي نصيحة تحسها مفيدة لغيرك بالتعليقات. النصائح راح أقولها جاية من دراسات ما بيها أي مرجع إلا المنطق والخبرة من الناس الناجحة اللي قبلنا بالمهنة. خلينا نبدأ بدون أي مقدمات زايدة. أول شي لازم تعرف الدانينج كروجر إفكت. شوفوا يا هاي الرسمة، هذا الخط يمثل ثقتك بنفسك، وهذا الخط يمثل خبرتك ومعرفتك الحقيقية بمهنتك. أول ما تتخرج وتبدي تشتغل راح تكون بهاي النقطة، إنسان بدون خبرة بدون ثقة في كلامك ولا بنفسك. لاحظوا العلماء أن البشر في فترة قصيرة راح تبدي تتعلم شغلات قليلة، هاي راح تدفع غرورك وثقتك بنفسك لجبل، الجبل سموه جبل الغباء. هنا للأسف أنت تعتبر في قمة الغباء، علمك قليل وثقتك زايدة عن اللزوم، وتحس كل شي سهل وتقدر تسوي وما بي أي مخاطر. بعدين لما تزيد خبرتك راح توعى على نفسك وتعرف أن عملك وخبرتك قليلة، وشنت تنطق بما لا تفقه، وتبدي تطيح في وادي سموه العلماء وادي اليأس. راح تيأس بهاي المرحلة وراح تحس كل شي تسوي صعب وما جاي يجي وياك، لحد ما تبدي ويا الوقت وخبرتك تزيد تبدي تركب مرتفع. المرتفع هذا اسمه slope of enlightenment أو مرتفع التطور. هنا راح تبدي الأمور تتسهل عليك وراح تبدي تجي الشغلات مثل ما تحب، لأنك جاي تكتسب خبرة وانت تعرف عن شنو تتكلم وتعرف شنو جاي تسوي أصلا، وراح تستمر ويا الوقت ويا الخبرة لين توصل لهضبة. الهضبة هاي تسمى بهضبة الاستقرار والثبات. من هنا انت تعتبر انسان ذا خبرة، كلامك موزون، ما تجادل الا باللي تعرفه، ولاحظ ان ثقتك بنفسك اقل مما كنت عليه بجبل الغباء. ليش؟ لانك تعرف الريسك مع شغلك، تعرف المسؤولية اللي عليك، تعرف التزامك شنو، فانت الان اوعى وعقلك يشتغل افضل مما كنت تعرف معلومتين وتجادل بيهم. هذا هو الدانينج كروجر إفكت، هو منحنى لحياتنا المهنية يمر به أغلب البشر، واللي يعرفه راح يعرف شلون يتجنب السقوط العالي من جبل الغباء ويركب لهضبة الاستقرار بطريقة أسرع. راجع شريط حياتك راح تلقى أنك أنت تمر به حاليا. النصيحة الثانية هي أنك أنت صح بعد ما راح تقرأ منهج الكلية أبدا، لكنك راح تقرأ لمستقبلك ولحياتك كلها إلى يوم تموت. أنت اليوم شاب وعندك وقت وطاقة تقدر تقرأ بيهم، باكر لا عمرك ولا وقتك راح يسمح لك انك انت تقرأ وتكون مطلع وتستفاد وتسهل على روحك رحلة التطور السريع اللي انت المفروض تسويها بالبداية. نصف العلم قول لا اعلم. لا تخاف من كلمة ما اعرف، هاي نصيحة ترجعنا شوية للنقطة الاولى. راح تلاحظ انك انت مرات تسأل بروفيسور خبرته 40 سنة سؤال بتخصصه وراح يقول لك بكل ثقة انا ما اعرف، ويجيك شخص جديد وما عنده اي خبرة ويبدي يفتي من راسه. اللي ما تعرفه قول ما أعرف وافتح الجوجل وتعلمه بالبساطة هاي. النصيحة اللي بعدها هي طبق الـ Evidence Based Dentistry قولا وفعلا. بس شنو هو الـ Evidence Based Dentistry أصلا؟ أكو ناس قبلك بالمهنة سووا تجارب ودراسات حتى يثبتون فعالية دواء مثلا أو تكنيك نستعمله أو Clinical Trick ممكن تساعدنا، وحطوا هاي التجارب بدراسات، والدراسات هاي موجودة بمواقع وأشهرهم الـ PubMed والكوكرين. فأنت لما تجي تطبق اللي كتبته الدراسة المخصصة لكيس تشبه الكيس اللي جايتك بالعيادة، فأنت هيجي مارست الـ Evidence Based Dentistry عمليا. وإذا سألتك سؤال إن مثلا شقد أكو MB2 بالأبر 6 وتقول لي إن طبقا لآخر ميتا أناليسيس تقول إن 7 من 10 أسنان تقريبا بهم MB2، فأنت الآن طبقت الـ Evidence Based Dentistry قولا. هذا بأبسط تعبير كلمة الـ Evidence Based، وإن شاء الله راح أسوي فيديوهات مملة عليه بالفيديوهات الجاية. النقطة اللي بعدها تابع كل الجروبات والصفحات اللي تخص الأسنان، وتابع أيضا الشركات اللي تصنع مواد الأسنان. استعمل السوشيال ميديا لصالحك. السوشيال ميديا هي منصة أو ستيج تقدر تشتهر به إذا كنت أنت بادي جديد أو حاب أنك أنت تتوسع وما عندك شهادات وما عندك خبرة. كلتنا نستعمل بيل صالحنا، أنا حاليا أستعمله حتى أخاطبك وأصل لك، فأنت استعمله وأصل بي لوظائف أو لدول أو لمكانات أنت تريدهم. Learn English.
أغلبنا قرينا الأسنان بإنجليزي، بس إنجليزيتنا ضعيفة. الإنجليزي راح يخليك تتعلم مهنتك أفضل، لأن أغلب المحتوى القيم للعلوم كلها مو بس الأسنان هو بالإنجليزي، وراح يخليك أيضا تتواصل مع أطباء حول العالم وتعلق لهم وتتناقش وياهم. بس الأهم من هذا كله، راح يخليك تتفرج أفلام بدون ترجمة. انتقد زملائك بالكومنتات بعد ما تطب الدوامة السوشيال ميديا والجروبات والصفحات. انتقد زملائك بالكومنتات، لكن بشروط. أول شيء أن يكون الانتقاد بلطافة واحترام وبدون تجريح، وأن يكون جوابك هو evidence based، يعني مو من رأسك، يعني عندك إلى مرجع، ويكون تعليقك بفائدة وبحل. خلي المنصة التعليمية هاي مكان للإصلاح مو للانتقاد والتجريح، لأنك ما راح تصير أحسن من شخص إذا ذميته. وخلي ببالك عزيزي الدكتور أنك يا تكون شخص ناصح ومصلح يا تكون وقح، فأعرف شنو تختار. الجنة مالتك هي جحيم الآخرين. أنت تشوف عيادة الأسنان هي مكان انطلاقك وشغلك ومصدر رزقك، ومتحمس تيجي وتشتغل وتطور من نفسك. لكن للبيشنت العيادة هي جحيم، هي مكان الألم، مكان الدم، مكان الأدوات والروائح والأصوات الغريبة. استقبل مراجعينك بابتسامة، امزح وياهم بكلمة حتى تخفف توترهم وتكسب ثقتهم، لأن البيشنت إذا ارتاح لك راح تصير عنده مثل الحلاق اللي أنت تروح له وما تريد تغيره، وأنت تعرف أنه كل مرة يخرب لك شعرك. فإذا ما قدرت تبتسم وتكون مرح، لا تفتح عيادة، واشتغل حانوتي أحسن لك. مارس هواية أخرى بعيدة عن الأسنان. أي هواية راح تمارسها ما لها علاقة بالأسنان راح تساعدك جدا. راح تقوي جسمك لو كانت هواية رياضية، راح تريح عقلك وتنقص عليك السترس، راح تخليك تكتشف مواهبك وتشوف ناس أخرى بعيدا عن مجالك، وراح تجهزك للتقاعد، لأن مرات هي راح تصير بعدين شغلك الشاغل. بس الأهم من هذا كله، راح تخليك تحط بوستات My Art Challenge. التمريض أو الأسيستنت اللي وياك تشتغل وتتعب مثلك ومرات أكثر، وأجرها أقل منك، ولما تسوي شغل حلو ما راح تنذكر هي نهائيا، مع أنك لو تطير ما راح تقدر تشتغل بدونها. تحس أني أبالغ؟ حاول تشتغل يوم كيس كاملة بدونها وشوف. فماكو داعي إذا أنت شغلك ما حلو أو تغلط بكيس أو تيجي ما شرب الكوفي مالتك أنك أنت تستعملها مثل كيس الملاكمة. تغلط ابلعها وتحمل اللي سويته يا عزيز الملاكم. تحدى نفسك ولا تشوف للغير. أنت مهمتك كخريج جديد أنك تصير أحسن من نفسك مو أحسن من غيرك، لأنك لو تشوف لغيرك راح تشوف من هو أحسن منك، وراح تشوف من هو يتعلم أسرع منك وياخذ شهادات أكثر منك، فراح تنحبط ويأثر سلبيا عليك. كل شخص الله انطاه قدرة عقلية ومالية ووقته وظرفه يحكم جدا بهاي الشغلات، بس المعطيات اللي انت تعرفها هي المعطيات الخاصة بيك. فيوميا حاول تصير احسن من نفسك، وراح تلقى روحك تصعد باستمرار وبثبات، الى حد يوم بالصدفة راح تلتفت للي حواليك وراح تلقى روحك فايتهم ايش قد صار لك. مؤسس امازون جيف بيسوس قال بالوقت اللي كانوا الشركات يتنافسون ويشوفون لبعض، احنا كنا نشوف للكاستمرز بس، يعني للزبائن مرتنا، وهذا الشيء اللي خلانا نتفوق عليهم وننجح. وثق كيساتك على قد ما تقدر، حتى السكيلنج لا تخلي، راح يفيدك انك تستفاد من اغلاطك بشكل اسرع، وراح يكون مثل التايم لاين تقيس بيه تطورك مع مرور الوقت، وراح تشارك بيه غيرك للفائده او تشارك بيه بمؤتمر علمي. خلي ببالك راح يجي يوم راح تكبر وراح تودع العياده وراح تودع الشغل، واهم شيء راح تودع ظهرك طبعا، فراح يكون عندك البومات صور لحالاتك انك انت تتفرج عليهم او تراويهم لاحفادك أو أولادك اللي ما مهتمي لك نهائياً وينتظروك تموت حتى يأخذون ورثك. توجع صح؟ اسمع النصيحة اللي وراها حتى لا يصير يجي لا سمح الله. خلي يوم فري لأهلك. أنت فرحان بدأت تشتغل وفرحان بدأت تتعلم وتريد تتشبع بالخبرة بأقل وقت. لما راح تكتسب هاي الخبرة راح تبدي تكسب فلوس، وراح تبدي تمشي وراهم، وراح تنسى أن عندك أب وعندك أم وعندك زوجة وعندك أطفال راح ينتظروك تروح، لأنك ما جيت وياهم أصلاً. خلي يوم أوف لا تشتغل به غير يوم العطلة، هم عطلة وهم تريح جسمك وهم تشوف به أهلك، والأهم من هذا كله راح يرتاحهم منك التمريض اللي تشتغل وياهم. لا تخاف من الفشل أبدا، الإنسان الوحيد اللي ما يغلط هو اللي ما يشتغل. راح تغلط، بس لازم الغلطة تكون درس ما ينعاد. أينشتاين عرف الغباء هو أنك أنت تسوي نفس الشيء كل مرة بدون ما تغير أي شيء به وتنتظر نتيجة مختلفة إيجابية. فأنت لو غلطت حلل خطأك وشوف ليش سويته، وشوف لحل وطبق الحل رأسا. لا تسوي نفس الغلطة وتقول يلا بلكي تصير المرة الجاية بحدها،
ما راح تصير صدقني، انت غيرها وصلحها. واعرف ان الفشل في شيء يعتبر نتيجة حتى لو كانت سلبية. تذكر الدراسات اللي ذكرناهم بالإيفيدنس بيست؟ هاي ما طلعت الا من الاف التجارب الفاشلة اللي قالت للتجارب الناجحة ان اللي سويناه خطأ، فشوفوا طريق ثاني حتى تنجحون. النصيحة اللي بعدها هي انك انت تتخصص بعد سنتين من الامتياز. التخصص راح يخليك تبدع اكثر لان تركيزك راح يتجمع بمكان واحد، وخبرتك تكتسبها بوقت اقل لانك انت تسوي شغلات محددة، فراح تسوي كذا شيء معين لكن بشكل مركز. والسنتين اللي اشتغلتهم طبيب عام راح تخليك فاهم شنو التخصصات الثانية جاي تسوي، احسن من تتخصص رأسا وما تفهم مرات شنو سوى زميلك او الشخص اللي محول لك الكيس. اخر نصيحة راح اذكرها هي انك انت لا تمارس الاسنان حتى تطور من نفسك فقط، مارسها حتى تطور من نفسك وبعدها تبدي تطورها هي بنفسها. شوف شلون الدراسات تتسوى واقرأ عليهم، سوي دراسة انت، ابدأها حتى بكيس ريبورت مثلا وشوي شوي اصعد. التاريخ يوميا يكتب اسامي راح تتخلد، واغلبهم اكتشفوا شغلات غيرت العلوم بالصدفة. بس تعرف شنو الشيء اللي ما كان صدفة؟ انهم كلهم رادوا انهم يساهموا بتطوير مهنتهم مو بنفسهم فقط. لاحظوا يا ان هاي النصائح راح تطورنا بسرعة، راح يصير لنا اسم بمجالنا، راح نتعرف على ناس اكثر، راح نكون علاقات، راح نكون اساتذة، وراح نفيد اللي ورانا ونستفاد من اللي قبلنا. والاهم من هذا كله ان اولادنا ما راح ينتظرونا نموت حتى يورثونا. هاي الصفات هي اللي تخليك تسمى بالسوبر دنتست او طبيب الاسنان الخارق، الشخص اللي يصنع الابتسامة، الشخص اللي يخفف ألم الناس وهو ظهره يؤلمه، الشخص اللي ينقذ الأرواح ويعلم الناس أن تعيش حياة أفضل. نسأل الله أن ينفع بينا ويوفقنا حتى نختم عباده. أشكركم أنكم وصلتوا وياي لحد هذه المرحلة من الفيديو. اللايك والتعليق راح يساعد أن اليوتيوب ينشر هذا الفيديو للناس، فإذا شفت المحتوى مفيد لا تنسى التعليق واللايك. وإلى حين ألقاكم دمتم بخير جميعاً.